فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. نعم، والله جل وعلا يقول: وجعلناهم أئمة يهدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم. لما صبروا، هذا هو السبب، صاروا أئمة بسببين. السبب الأول الصبر، أنهم صبروا عما حرم الله وأمسكوا أنفسهم عما حرم الله، وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا بآياتنا يوقنون، يعني يؤمنون بها ولا يشكون فيها. ولهذا يقول الشيخ في عبارة أخرى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهذا أخذا من هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يمنع من الشهوات المحرمة، واليقين يمنع من الشبهات، يمنع من الدخول في الشبهات، ويصبر الإنسان على عقيدته. ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله كما سبق. نعم، فإنه صبر عن الشهوات وأيقن بما أخبر الله به وما أمر به ونهى عنه، فلذلك ثبت عليه ولم يتنازل عن شيء منه.